في ظل المعلومات التي نشرت على بوليتيكو، أصبح واضحا بأن الصين دخلت على ما يبدو بشكل أكبر على خط الحرب لمساندة روسيا بشكل غير مباشر، بما أن الأمور تذهب إلى إيران من إيران إلى روسيا. هل تعتقد دخول الصين على هذا الخط ممكن أن يغير معادلات الحرب، خاصة وأن أوكرانيا الآن تهيئ لهجوم كبير قادم على جنوب أوكرانيا باتجاه بحر آزوف لدفع القوات الروسية طبعا باتجاه شبه جزيرة القرم؟ هل تعتقد العامل الصيني قد يغير بعضا من هذه التفاصيل والأمور التي نقرأ عنها كثيرا؟ طبعا العامل الصيني راح يغير كثير، ولكن أنا ما بتصور الصينيين هم سيرسلون أي سلاح أما ذخيرة مباشرة إلى روسيا، وإنما ماذا يحاولون أن يفعلوه؟ مثلا عملوا اتفاقية استراتيجية مع إيران على 25 سنة، عندهم حوالي 5000 عنصر صيني اليوم بإيران، وهذا منها لتصنيع السلاح وتصنيع الذخيرة وتصنيع عدة قضايا. هلأ الإيرانيين بيقولوا لك لا، هذا موضوع اقتصادي تجاري، طبعا انه جزء منه، ولكن الجزء الاهم استراتيجيه عسكريه بالمنطقه. عم بفوتوا على غير دول الصينيين اليوم، وهنيك راح يعلموا هذه الدول وهذه الشعوب بتصنيع السلاح، وبيقولوا لهم انه احنا الامريكان يبيعوا السلاح على غير بلدان، انتم اعملوا هذا السلاح وبيعوه على غير بلدان. فلذلك الامر راح يكون مدخول اساسي لبعض هذه الدول صناعه السلاح في عدة مناطق اليوم لها تأثير ولها اتفاقيات مع الصين.